صباح الخير. صباح النور. يعطيكم العافيه. وكل عام وانت بخير. انت بخير. انا طول العيد متذكرتك على العموم. ما تطلع قدام كل حد معمول. طيب بدايه خلينا نقول انا دائما يعني عم بحكي للناس او بقول لهم هذا العيد يمكن اول عيد من سنتين على اعتباره. صح. صحيح. يعني بعيدا عن انه العيد الماضي كان لسه اخف خلينا نقول عن السنه الماضيه، بس يمكن كل احبابنا اللي كانوا مسافرين اجوا، يعني انا شفت ناس ما شفتهم مش من سنتين. فبالتالي لا تعاقبوا حالكم، لا تشعروا بتانيب الضمير. شكرا. لانه هذا العيد خلينا فعليا العيد الاول من سنتين. اوكي. ويمكن مش بس انت يا لانا، كل الناس صار عندهم كوارث. اوكي. صحيح. خلينا نقول هلا كيف نرجع مره ثانيه على الطريق الصح ونرجع نضبط حالنا بعد العيد. صحيح. اوكي. اول ملاحظه او اول شغله اساسيه، خلينا نكون منطقيين كمان. صح. يعني ما بدنا احنا بالعيد خربطنا الدنيا وما خلينا إشي بنفسنا من كميات او نوعيات اكل نيجي في اليوم الصبح يلا بدي اقطع كل شيء. يعني انا دائما مع التغييرات التدريجيه والصغيره ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب لحد شهر ما شاء الله بنرجع للامور تمام. اوكي. هلا كبدايه اول نصيحه، اذا ضايل شوكولاته او معمول في البيت نحاول نتصرف فيهم باي اتجاه. اوكي. لانه دائما الناس اللي بتحب الشوكولاته الناس اللي بتحب المعمول كل ما كان قدامها اكثر كل ما استهلكته اكثر. صح. ويمكن احنا دائما عندنا مشكلة أساسية إنه بنجيب كتير. يعني أنا دائما نصائحي للناس إنه جيبوا كمية تخلص تقريبا مع وقت العيد، ما في داعي إنه نعمل أو نشتري كميات كبيرة. فأول نصيحة إذا ضايل فائض من المعمول الكعك ضايل من الشوكولات نحاول نتصرف فيهم. كيف نوزع على أحبابنا نعطي للناس نضبهم، ما فيش داعي إنهم يضلوا قدامنا. نعم. أو الحل إذا كمية قليلة يمكن هلأ الناس تقول كيف أخصائي التغذية بتحكي هيك كليهم مرة واحدة خلصيهم خلص. واللي إجاهم هدايا كتير يهدوا الناس أو حتى يتبرعوا فيهم. صحيح. هلأ هذا أول شيء إنه نحاول نتخلص من كل شيء موجود. النقطة الثانية بتيجي نحط تغييرات بسيطة نحاول نرجع لها بطريقة تدريجية. بمعنى خلال فترة العيد أكيد ما في نشاط بدني بتاتا، سواء للأشخاص المتعودين على النشاط البدني أو الأشخاص اللي مش متعودين. يمكن في أشخاص يقول لك أنا كنت مسجل جيم بس خلال العيد ما رجعتش ولا رحتش ولا يوم على الجيم وأريدي بيكونوا مسكرين. أنا يمكن كنت أمشي بطلت أمشي. خلينا نرجع بطريقة تدريجية للنشاط البدني. بمعنى تاني اللي مش قادر لسه يرجع على الجيم لساته بيمود العطلة أنا مش جاي عبالي، أتليس نحاول نخلق لحالنا 30 دقيقة نشاط بدني يوميا. تمام. مشي اللي بيحبوا يرقصوا يرقصوا، بالمناسبة الرقص من الرياضات المناسبة للسيدات مثلا. صحيح. يطلعوا يمشوا بالشارع يمشوا على تريدميل. أرجع على الجيم بس فيش داعي إني أرجع إني أركض ساعة مثلا أو أرجع على هيفي إكسرسايز. نعم. أتليست أروح نص ساعة أمشي على تريدميل وأروح. يعني نحاول نخلق لحالنا نشاط بدني معين. النقطة الثالثة بما يتعلق بالتغذية بدي أحاول أعمل تعديلات صغيرة كمان على طبقي. بمعنى تاني القاعدة الأساسية بدنا نحاول كل يوم أو كل وجبة يكون موجود الخضار اللي أكيد كتير ناس أهملتها خلال فترة العيد، سواء على شكل سلطة على شكل شرحات. أني أطبخ خضرة أكتر لأنه يمكن قبل العيد قلنا بالعيد تمتاز الوجبات الأساسية بأنها يا منسف يا مشاوي أشياء دسمة. فخلينا نرجع هلأ للفاصوليا للملوخية للسبانخ اللي أكيد ما طبخناهم بالعيد أو ما شفناهم، نرجع نطبخ خضرة أكتر. دائما نتذكر أنه الخضار السعرات الحرارية فيها أقل، وأكيد نحن بالعيد يمكن الناس كسبت لها كم جرام زيادة. أوكي. النقطة الثالثة نرجع نتذكر مجموعة الفواكه. برضو بدنا نرجع ندخل الفواكه على وجباتنا أو ناخدها كسناكس بين الوجبات الأساسية. دائما أنا بحب البداية الصح. بمعنى تاني بدنا نفطر نرجع نفطر ونفطر بكير ونفطر فطور صح. هلأ هل في دراسة معينة تثبت إنه الناس اللي عم تفطر عم ينزل وزنها؟ صراحة ما في بتاتا. ما في ربط بين تجارب شخصية زيادة نزول الوزن مع الإفطار، ولكن الدراسات عم تثبت إنه الأشخاص اللي بيفطروا بيكون التزامهم بالعادات الصحية خلال النهار أكتر. صح. صح. لأنه نحن من وإحنا صغار دائما متعودين إنه إذا أفطرنا معناها إحنا عملنا إشي صحي. فهو هل في دايركت خلينا نقول أو تأثير مباشر على الجسم إنه اللي بيفطر بيحرق أكتر أو اللي بيفطر بينزل وزنه أكتر؟ ما في، ولكن هي بطريقة غير مباشرة إنه اللي بيفطر عم بتكون عاداته الغذائية خلال النهار أفضل. تمام. فخلينا نبلش النهار ببداية جيدة. بمعنى تاني إنه نفطر، ما في داعي إنه يمكن كتير أشخاص خلال العيد بيفطروا إشي خفيف أو بيفطروا معمول زي لانا مثلا على كل الوجبات أو مثلا ما بيفطروا بيأجلوها شوي متأخر يمكن لأنه كان كمان عيد الأضحى في معلاء في الكبدة هذه القصص إنه بيأكلوها غدا وفطور معظم الناس. أوكي. فخلينا نرجع لإنه نبلش نهارنا ببداية جيدة إنه نفطر بالبداية. حلو. هلا النقطة الثانية وين بتيجي؟ إنه أنا لما أفطر بالبداية هذا بيخلي مستوى السكر بدمي منتظم لأني أنا أفطرت. أوكي. ولما ناخذ السناكس اللي إحنا عم بنقولها الفواكه
خلال النهار كمان هذا بسبب انتظام بمستوى السكر. انتظام بمستوى السكر معناها انتظام بمستوى الانسولين. أوكي. الانسولين هو المسؤول عن انه ينقل السكر من الدم للخلايا. هلا انتظام السكر انتظام الانسولين معناها حرق دهون بطريقه جيده. ممتعرفة. يعني دائما الناس بدها تعرف هذا الشيء. تمام. عشان هيك نحن دائما بنقول انه نفطر نتغدى نتعشى وناخذ سناكس جيده. تمام. هلا الشوكليت والمعمول يعني اكلنا بما فيه الكفايه بالعيد، ولكن في اشخاص تقول لك انا ما بقدر مثلا اني ما اكل شوكولاته، ما بقدر اخذ شيء حلو. نحدد الكميه، يعني ما في داعي اني افرط. في بدائل بنقدر ناخذ فواكه فيها طبعاً. نسبه سكر عاليه فبنحس في عندنا حاله اشباع. ممتاز. ممكن ناخذ عسل، ممكن تمر. هذه من الخيارات الممتازه. يعني دائما بقول اللي بده طعم حلو بيقدر ياخذ تمره مثلا. تمر نسبه السكر فيه او طعمه حلو كثير. في ناس تيجي بتقول لي في التمر اللي بيكون عليه كوت شوكليت، يعني طبعاً. كميه قليله وجواها مثلا. اوكي ماشي، اذا انت بتستغني عن الشوكولاته مقابل ما تاخذي تمره بس مغمسه بشويه شوكولاته، هذا خيار ممتاز. الناس اللي بدها لا بدي شيء حلو وانا تعودت على الطعم الحلو، الشوفان يعني من الاشياء صح. اللي كثير ممتازه صح. شوفان مع حليب، حط عليه شويه عسل، فانيلا، قرفه. يعني انا بعتبرها دائما بحكي للاشخاص هاي طبق حلو ولكن بطريقه صحيه. واكيد بده يكون محسوب، بده يكون معدود، يعني مش بافراط. مش اني انا اذا عملت شوفان وحليب معناها اكل بافراط قد ما بدي، لا. بالنهايه احنا سعرات حراريه عم بتدخل على جسمنا. من الامور الثانيه كمان بدنا نركز عليها شرب المي. دائما احنا ما بنقول شرب المي من العادات الصحيه او من النمط الصحي اللي بيساعد الواحد يعيش حياه صحيه، او حتى اللي بده يفقد وزن انه ينزل وزن. فبالتالي بدنا نرجع نتذكر المي. يعني انا متاكده كان الطقس كثير شوب صح، فان شاء الله انه الناس كانت شربت مي منيح، ولكن كثير من الاشخاص كانت مشكله شرب المي عندهم انهم بلفوا. فانا بدي اقلل شرب المي لحد ما اروح على البيت. فهلا فرصه انه نرجع نشرب مي بطريقه سليمه. ورح نذكر على الاعتدال، يعني او المعدل لشرب المي بالصيف 12 كاسه، هدول 3 لتر. هو المفروض ساعه كل ساعه كاسه، كل ساعه كاسه تقريبا. يس بنخلصه. يعني هو دائما التوصيات الصحيه مش اكثر من لتر خلال ساعه، مش اكثر من 4 كاسات خلال ساعه. ولكن احنا بنقول 12 كاسه. احيانا الناس تيجي بتقول صعب كثار، بنقول لهم كل ساعه خذوا كاسه. في ريمايندر، في اصلا ابلكيشنز بتضل يذكرك. والنوم كمان كثير مهم. بالضبط. هلا النقطه الثالثه كمان من النمط الصحي او الرابعه، غير التغذيه وغير الرياضه وغير المي، النوم. ما حدا نام بالعيد، كل الناس سهرانه وكل الناس والاجازه طويله كانت، والاجازه كانت طويله. ونرجع بنذكر انه احبابنا وقرايبنا كلهم اجوا من السفر، فهذا ساعد كمان على السهر كثير. هلا رجعنا لاشغالنا صح. كل واحد الصبح بده يكون بشغله صح. فيمكن فكره السهر الكثير مش رح تكون مناسبه. فهذا تشجيع كمان للاشخاص انه نرجع ننام بطريقه منتظمه. هلا كثير ناس بتقول لك ما هو التوصيات بتقول 6 ل 8 ساعات، انا حر متى انامهم، بدي انامهم الصبح، بدي انام ساعتين واقسمهم. لا، هون بدنا نقول لهم انه هي مش بس الساعات، العدد ساعات النوم، هي جوده النوم. جوده صحيح. النوم بتكون بالليل صح. يعني عشان الجسم يدخل بما يسمى بالنوم العميق او الديب سليب، هذا ما بيزبط الا بالليل. مزبوط. اما بالنهار مع الاصوات والاضاءه، شو مع تمنا الغرفه، شو ما كذا، لا ما بيزبط انه الواحد ينام النوم اللي بفيد جسمه. صحيح. يعني فاتن بدنا نشكرك على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات، دائما بتثرينا وبتعطينا هيك حلول بسيطه بنقدر نغير حياتنا من خلالها. بدنا نشكرك وشكرا لتواجدك معنا. يعطيكم العافيه. يعافي قلبك يا رب.